برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عن سموه حفظه الله، حضر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم الاحتفال الذي نظمته وزارة الخارجية بمناسبة تخريج عدد من الدبلوماسيين من أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية. جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين. وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني لمملكة البحرين من قبل الفرقة الموسيقية للشرطة، ثم تلا ذلك عرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الدبلوماسية البحرينية ومسيرة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كأول وزير للخارجية وإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية وجهودها في تأهيل الدبلوماسيين في الوزارة. بعدها ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود لوزارة الخارجية والتوجيهات السامية التي عززت من مكانة البحرين كأنموذج إقليمي ودولي في السلام واحترام حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة. كما تقدم الزياني بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. إن احتفالنا اليوم هو تتويج لمسيرة من العمل الوطني المخلص الذي تقوم به أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة مدير عام الأكاديمية، وإسهامات الأكاديمية المتميزة في إعداد الكوادر الدبلوماسية والإدارية عبر إدماجهم في برامج ودورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات متخصصة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات المتنوعة وتنمية قدراتهم البحثية والفكرية ومداركهم اللغوية ومهاراتهم الشخصية في إطار مواكبة أحدث المتغيرات العالمية. وإنه لمن دواعي سرورنا نجاح البرنامج التأسيسي الدبلوماسي الشامل منذ انطلاقه في عام 2016 في تخريج 7 أفواج تضم 118 طالباً بعد اجتيازهم دورات نظرية وتدريبات عملية في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة، وتأهيلهم لخدمة أهدافنا الدبلوماسية بفاعلية واحترافية في مختلف الشؤون الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والقانونية والحقوقية، معربين عن اعتزازنا على وجه خاص بالحضور المشرف للمرأة بتمثيلها 50% من مجموع الخريجين وثلث موظفي الوزارة، مع تأكيد دعمنا المستمر لجهود الأكاديمية ومخرجاتها بما يحقق المصالح الحيوية الوطنية. وبعد ذلك قدمت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية عرضا اشتمل على أهم المراحل التاريخية التي مرت بها الأكاديمية. كل عام يتقدم المئات من الشباب البحريني والشابات المتميزين للالتحاق بالكادر الدبلوماسي، وتلقت الأكاديمية منذ 2017 أكثر من 2000 طلب للتقديم. ودورنا في الأكاديمية هو أن نختار أفضل الأفضل، وهدفنا أن نصل إلى الدبلوماسي الشامل ومتعدد المهارات. يكمل المرشحون 5 جولات قبل أن يتم قبولهم في البرنامج التأسيسي الدبلوماسي، ويخضعون لسلسلة من الاختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية والعلاقات الدولية والتاريخ والثقافة البحرينية والإدراك العام بالمتغيرات العالمية. 3% فقط من مجموع المرشحين يتم قبولهم في الأكاديمية. نولي أهمية أيضاً لتحقيق تكافؤ الفرص
حيث شكلت النساء 50% من الكوادر الدبلوماسية الشابة. بعد عملية الاختيار وقبل التخرج، يشارك الدبلوماسيون الجدد في البرنامج التأسيسي الدبلوماسي، وهو برنامج مكثف يمتد لفترة 6 أشهر. برنامج مبني على 3 أسس رئيسية هي المعرفة والمهارات والشخصية. يشتمل البرنامج التأسيسي الدبلوماسي على 12 مقرر، يحتوي كل منهم على معارف رئيسية مثل الدبلوماسية والقانون الدولي والاقتصاد وحقوق الإنسان، ويدرب المشاركين على كتابة الدبلوماسية والخطابة العامة والبروتوكول الدبلوماسي والشؤون القنصلية والعديد من المهارات الأخرى التي سيحتاجون إليها فعلياً لأداء واجباتهم على أرض الواقع بنجاح. كما ألقى السيد محمد عيسى البوفلاسة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية والسيدة شيماء حسن البحراني ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية كلمة نيابة عن الخريجين. الحضور الكرام، لقد شكلت البرامج التدريبية بجميع مراحلها النظرية والعملية فرصة ثمينة في صقل شخصياتنا وإعدادها الإعداد الأمثل لتأدية واجبنا الوطني، حيث كانت البرامج منصة وملتقى لتكوين فريق عمل متجانس ومتناغم وقادر على مواجهة تحديات العمل الدبلوماسي بمختلف أشكالها بتوجيه سدير ومتابعة حثيثة من سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الموقر ومجلس أمناء الأكاديمية. أيها الحضور الكرام، إننا ماضون بثبات وإيمان بأن هذا الوطن الغالي يستحق منا كل جهد وتضحية، وفي سبيل ذلك سنسعى جاهدين فيما يلبي تطلعات وطموحات قيادتنا الحكيمة وشعب البحرين الوفي في أن نكون قدر المسؤولية في تمثيل بلدنا العزيز، وأن نكون صادقين وثابتين في أداء واجبنا وانتمائنا لهذه الأرض الطيبة، وهو عهد ووعد لا نحيد عنه أبداً. ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب راعي الحفل بتكريم الخريجين الأوائل من كل دفعة دبلوماسية والبلغ عددها 7 دفعات، مباركا لهم ما حققوه من نجاح وتفوق خلال التحاقهم بالدورات التدريبية التي نظمتها الأكاديمية. ثم قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين البالغ عددهم 118 دبلوماسيا ودبلوماسية. وفي ختام الاحتفال، قدم وزير الخارجية هدية تذكارية بهذه المناسبة إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب راعي الاحتفال. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن بالغ الاعتزاز بتفضل ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء الأكاديمية التي تحتفل بتخريج أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي، معبرا سموه عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إنابة سموه له حفظه الله لرعاية هذا الاحتفال. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية للارتقاء بجميع منتسبي وزارة الخارجية، منوها بجهود الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في تنفيذ رؤية الأكاديمية في التدريب الدبلوماسي بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال وإدخال البرامج التدريبية والخطط التطويرية التي تمكن الأكاديمية من مواصلة دورها في إعداد دبلوماسيي المستقبل. وأعرب سموه عن خالص التهنئة لجميع الخريجين، متمنيا سموه لهم التوفيق في القيام بواجبهم الدبلوماسي ودورهم الوطني في حماية المصالح الوطنية لمملكة البحرين وتنمية علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة. اليوم كان لنا الشرف أن نتخرج كدبلوماسيين من أكاديمية تحمل اسم رائد الدبلوماسية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، وحابين ننتهز هذه الفرصة أيضا لنتوجه بالشكر
لسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الموقر، ولسعادة الدكتورة الشيخة أميرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، للدعم الدائم الذي نلناه في الأكاديمية منذ ضمامنا إلى البرنامج التأسيسي الدبلوماسي في وزارة الخارجية. حبيت أشكر الأكاديمية على الفرصة اللي أتاحتها لنا من خلال تقديم برامج ثرية في عدة محاور، علاقات دولية، لغات، تاريخ البحرين، فالمواد كانت ثرية جدا واتحت لنا الفرصة أن نكون مستعدين للعالم الدبلوماسي ونكون على استعداد لأي تحدي ممكن يواجهنا في هذا المجال. أحب أشكر سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية على ما قدمته لنا من مجهود وعطاء لإخراج أفواج من الخريجين متميزين في الدبلوماسية. برنامج أثرانا بالعديد من المعلومات عن أسس العلاقات الخارجية والدولية ودور مملكة البحرين فيها وشو نقدر نعزز مكان مملكة البحرين الدولية والإقليمية. حابة في بداية الأمر أني أشكر القيادة الحكيمة وجميع القائمين على البرنامج التأسيسي الدبلوماسي اللي صراحة ألقونا الدعم وكانوا سند لنا في خلال هذه المرحلة، وبالعكس كانت مسيرة من الخبرة اللي اكتسبناها خلال هذه البرنامج.